تاني حاجة، ايه هو المكمل الغذائي او المعدن الهام جدا لعلاج الصداع النصفي؟ مرضى الصداع النصفي الموبات بتاعة الصداع النصفي بتبقى مؤلمة جدا وصعبة جدا جدا جدا، ما بيقدروش يتحملوها. في معدن شهير جدا اللي هو المغنيسيوم. والله كنت هقولها دكتور. المغنيسيوم هو افضل علاج او معدن ليه تأثير مباشر في علاج الصداع النصفي. احنا عارفين طبعا أهمية المغنيسيوم في استقرار ضغط الدم وصحة القلب والتهدئة والنوم وضبط النوم وكمان تنظيم الأعصاب والعضلات في الجسم بصفة عامة. المغنيسيوم كمان مهم لبناء العظام والحامض النووي والبروتين، حاجة هامة جدا. انما في موضوع الصداع النصفي في دراسات اتعملت اكدت ان الاشخاص اللي بيستعملوا مغنيسيوم كمكمل غذائي نوبات الصداع النصفي مش بتجيلهم، بتقل. وكمان ان في ابحاث اثبتت فعاليته اصلا في علاج الصداع النصفي والوقايه من الصداع النصفي. كمان مش الصداع النصفي بس، الصداع والصداع الشديد والحساسيه من الضوء مثلا. أيوة. الحساسيه من الصوت، ناس بيجي لها صداع من الصوت العالي. الغثيان والقيء المصحوب بالصداع النصفي، كل ده بيقل لو استعملنا على حسب مؤسسه الصداع النصفي الامريكيه من 400 ل 500 ملي جرام اكسيد المغنيسيوم يوميا، ده بيمنع الصداع النصفي. طيب في ناس بتقول طيب انا لو مش عايز اخد المغنيسيوم كمكمل غذائي، ايه اهم المصادر الطبيعيه للمغنيسيوم؟ الرائعه الشوكولاته الداكنه اللي دايما بنقول للناس عليها ان هي بتزود حتى التركيز والانتباه. صح. فيها نسبه مغنيسيوم عاليه جدا وكويسه في الدايت. الشوكولاته الداكنه مش بتزود الوزن، الشوكولاته الداكنه. يعني لو عندك صداع نصفي عليك والشوكولاته الداكنه. وكمان الموز، الخضار، الخضروات الورقيه، المكسرات وخاصه اللوز، الافوكادو، الحاجات دي اصلا كلها فوائدها غير حكايه الصداع النصفي، فوائدها لا تعد ولا تحصى. ولو الحاله شديده جرب تحت استشاره طبيب برضو او الصيدلي نوع من انواع المغنيسيوم، هيفرقوا معاك كمكمل غذائي.